السكترينج الله نور سكر إذا عندنا السكترينج هو ديفيجن of the building into راح أحط أنا بين قوسين كلمة soft عشان إيش نأكد؟ نأكد إنه هذا التقسيم بيكون بس لفترة بسيطة من خلال الكنترولر ما بيكون دائم زي الزونز. الزونز بيكون دائم تقسيم دائما في هاردوير في عندي حيطان في عندي غرف ماكينات هذا soft sectoring أو تقسيم هذا soft. فهذا التقسيم soft ممكن أغيره في أي لحظة ممكن أضل أغيره هلا راح نشوف into soft sectors والسكترز هم usually contiguous بس مش شرط usually but not necessary but not necessarily contiguous. الكل عارف ايش يعني معنى كلمة contiguous؟ متجاور. متجاور عادة متجاورين. هلا مرات بيقرروا يعملوا سكترز مش متجاورة بس هو الاوبتيمم الاحسن اني دائما اعملهم متجاورين. Division of the building into soft sectors. هلا هون in order عادة بنعمله to improve handling capacity. فناخذ مثلا مثال عليه لو عندي هون عمارة ب 12 طابق لو شغلت ورح نشت احنا راح نركز الان على السنجل انترانس راح نركز بس سنجل انترانس عندي هون راح احط خط مقطع من هون وراح اجي اقول هاي عندي هون سيكتور 2 وهذا سيكتور 1 وهلا هون عندي لسه في عندي الارايفل هون الارايفل هون راح يكون الاي ار تمام هلا اذا فرضنا انه البوبوليشن هاي مساويه للبوبوليشن هاي راح يكون عندي الارايفل ريت هون بقدر اقسمه لقسمين اصغر فكانه عندي الارايفل ريت مقسم لجزئين في ارايفل ريت كانه صار واحد وكانه عندي ارايفل ريت ثاني اي ار بسنت اللي رايح لاثنين يعني يعني هدول هم بوصلوا هلا راح يتقسموا هون راح يجي عندي هون مثلا ال على اثنين وهون راح يكون في عندي ال على اثنين مصاري اوكي وراح يصير عندي هلا هذا الخط هون هيك خط فراح اجي اقول نص المصاعد راح يخدموا السكتر الاعلى ونص المصاعد راح يخدموا السكتر اللي اسفل وفي حاله من في كل حاله من الحالات راح تكون هذه هون ان على 2 وهاي ان على 2 زائد 1 وهذه ان وهذه ان انسوا هلا شغله الانتجرز والهذا انا عارف انها مزعجه انه هل بيطلع انتجر ولا ما بيطلع انتجر اذا كان 11 طابق بس احنا هون نظريا عم نقسم بهذه الطريقه من هون اوكي هلا بالسكترينج في عندنا اربع انواع في عندنا دايناميك سكترينج او خلينا نبدا بالستاتيك المنطق انه نبدا بالستاتيك فعندي static sectoring static allocation types static sectoring static allocation SSSA شو يعني static sectoring؟ السيكتر نفسه static static يعني ما بتغير بضل ثابت هذا السكتر بضل هذا الطوابق هدول الطوابق طول فترة السكترينج اللي عم نشغلها مثلا نفرض بنشغل 8 ساعات 3 ساعات باليوم من 8 الصبح او من 7 الصبح لل 10 الصبح من 7 لل 10 السيستم بحول حاله بصير يشتغل سكترينج فبصير عندي من هون بدي اخذ اشوف المصعد اللي رايح على السكتر اللي انا بدي اياه باخذ هذا المصعد بوصلني للسكتر لما بدخل جوا بقدرش اكسبس كبسة كار مش بالسكتر اللي رايح عليه هاي الكار اوكي الكبسات اللي الداخلية بتكون معطلة لفترة مؤقتة بس المحل اللي انا السكتر اللي انا طلعت له بقدر اروح عليه طيب والستاتيك الوكيشن يعني انه في عندي كارز معينة بتصير مربوطة بسكتورز معينة واضح هذا ستاتيك ستاتيك يعني السكتورز حجمها ثابت التقسيمة تبعتها ثابتة وفي كارز معينة اليفيتر كارز معينة محددة انها تروح هذول السكتورز مشكلته الاساسية هذا من هون انه لما كار محددة اوديها على سكتر محدد راح تروح وتخلص بسرعة وترجع مظبوط والكارز اللي هون اللي حددتها للسكتر اللي فوق راح تروح وراح تطول وترجع فمش راح اقدر اخدم هذا السكتر بنفس الكفاءة اللي بخدم فيها هذا السكتر او راح اضطر اني اكبر هذا السكتر واصغر هذا السكتر مزبوط هاي ديس ادفانتج تبعته الادفانتج تبعه انه الناس بحبوا هذا السيستم ليش بحبوا هذا السيستم لانه كل شيء واضح بالنسبه لهم ثابت وما بتغير اوكي ماشي واضح هلا ممكن اعمل دايناميك سكترينج
او يعني احتمال اللي اكثر اني اعمله اني اعمل ستاتيك سيكتورينج، بس اعمل دايناميك الوكيشن اس اس دي. ستاتيك سيكتورينج دايناميك الوكيشن بضلوا السيكتورز ثابتين، معروف الاحجام تبعتهم، لكن اللي بعمله الان الكارز من هون بودي اللي انسب في هذيك اللحظه، وهذا له ميزه. يعني اذا عندي هون كار جاهزه وفي حاجه لهذا السيكتور بودي هاي الكار لهذا السيكتور، المره اللي بعدها يمكن الاقي نفس الكار هاي بس ترجع بلاقيها رجعت بسرعه بوديها برحله طويله، ترجع بتكون طولت بالرحله بوديها برحله قصيره، فبقدر اعمل alternation اني اغير. هذا ميزته بيعمل ايكولايزيشن للهاندلنج كاباسيتي بين السيكتورز المختلفه. اوكي واضح، بخلوا السيكتورز. بس ايش مشكلته؟ كونفيوزنج للناس، الناس رح يصير مش بيعرفش، بده يضل يطلع ويستنى لا يشوف وين المصعد هذا رايح على اي سيكتور. اذا هذا هون عندي، اذا بدنا نحط هون رح احط هون ادفانتج فاميلياريتي فور باسنجرز. فاميلياريتي يعني تو بي فاميليار وذ سمثينج، مألوف تمام. فاميلياريتي تو باسنجرز. المشكله الاساسيه ان ايكوال سيرفيس تو سيكتورز، وحتى اتغلب عليها يمكن اضطر اغير حجم السيكتورز، بقدرش اخليهم متساويين. هذا الجزء الاول، النوع الاول. النوع الثاني نعم تفضل. طب هسه شو المشكله اذا ما خليتهم؟ يعني انا عادي يعني لو خليتهم مش متساويات يعني. تمام. وين المشكله؟ ممكن 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 تحطهم، انا بفضل يكونوا مساويات عشان حسابات، رح نعمل حسابات رح نشوف احسن. وفي كثير الجوريزمز لما بدك تعمل حسابات اسهل يكونوا السيكتورز متساويه، بس ما بقدر اقول السيكتورز احطهم متساويات اذا بدي التزم بهذا. هلا ممكن تقول لي ما في مشكله، الناس في العماره حابين انه السيستم هذا يكون ستاتيك سيكتورينج ستاتيك الوكيشن، فملتزم الكار هاي بالسيكتور هذا. مشكلته الوحيده اذا كار تاخرت ما بتقدر تغير. افرض في عندك كار تاخرت او صار فيها مشكله، ما بتقدر انت، ما فيش عندك الفلكسبيليتي انك تبعت كار لسيكتور مش الها. اوكي هاي بتعطيك ماتش مور فلكسبيليتي اذا الناس بتحملوا انه يكون في تغيير. اما مزبوط كلامك، السيكتور اللي مش متساوي مش كارثه، بس ما بعطيني الفلكسبيليتي المطلوبه. وهلا اليوم لما بنعمل كالكوليشن، رح نبدا مثال نعمل فيه كالكوليشنز، اسهل بكثير اعمل كل الكالكوليشنز اذا عندي الفلكسبيليتي ان الكار مره ابعتها هون مره ابعتها هون مره ابعتها هون مره ابعتها هون، فبتساوى الراوند تريب تايم تبعها، بصير الافرج تبع الراوند تريب تايم تبع السيكتور اللي فوق والسيكتور اللي تحت. هلا اخر نوع ما راح اخذ الدايناميك سيكتورينج ستاتيك الوكيشن، يعني معناه مش منطقي كثير، راح اروح مباشره على دايناميك سيكتورينج دايناميك الوكيشن دايناميك سيكتورينج دايناميك الوكيشن دي اس دي. بهاي الحاله خلص بصير عندي مفتوح السيكتورز، ممكن اتغير السيكتورز باستمرار، واي كار بدي اياها ببعتها على اي سيكتور. هذا طبعا اعلى درجات الفلكسبيليتي، هذا موست فلكسبل. واحسن مثال عليه حديث هو الديستنيشن جروب كنترول. الديستنيشن هو نوع من السيكتورنج، لان اللي بعمله كل كار بوديها على سيكتور، فبحدد بس يكبس الكبسه بقول هذه الكار بدها تروح على هذا السيكتور. اذا هاي دايناميك سيكتورنج دايناميك الوكيشن. هلا ممكن نظريا نقول انه في عندي دايناميك سيكتورنج ستاتيك الوكيشن، بس انا ما اظنش لها معنى لانه السيكتور عماله بتغير، كيف بدي اقول انه الكار هاي مرتبطه بسيكتور وهو السيكتور عماله بتغير باستمرار؟ ما لهاش معنى زي هدول الثلاثه، هدول الثلاثه اوضح. هذا السيستم بدا تقريبا بالتسعينات، كان ستاتيك سيكتورنج ستاتيك الوكيشن، ومع الوقت هلا بدا يتحول صار عندي هذا السيستم موجود من هون دايناميك سيكتورنج. الكنترولر نفسه هو بيعمل ديتكشن للوضع اللي موجود بالعماره، هو بيعمل تريجرنج لدايناميك سيكتورنج، فبيقدر يصير يغير السيكتورز، بس لازم يعطي معلومات في سيجنالينج بدها تروح لليوزرز يعرفوا الاشياء هذه.